هاي هتلر فوش فاكن فورس فاكن تيستيغن طوني كراوس وما يسلككش يا قناة فرنسا خمسة الجبانة قناة الشواد قناة المخنتين وقناة الدعارة خطرة أخرى من تبغي تديري برنامج على الجزائر أرواحي عند جزائريين أحرار أرواحي عند واحد وطني مشبع بالقيم النوفمبرية والباديسية أرواحي عند واحد تجري في عروق الجزائر ما تروحيش تجيبي زوج تاع دراري ما يفهمين فيها والو ما يعقلوا لا التسعينات ولا الستينات تحشيها لهم وتقولوا لهم باللي هادو جزائريين أرواحي منا وتكلمي يا الجبانة يا الندلة أرواحي عند واحد يعرف التاريخ والتاريخ ما كانش اللي يقدر يفاصيه مهما كانت قوته مهما كانت قيمته التاريخ يشهد أن خرجناك في 62 ويشهد أنك دخلتي علينا في 1830 وقتلتي حوالي 7 ملايين شهيد يا الجبانة يا الندلة تحالفتي علينا أنت والناطو ما قديتوناش يا الجبانة يا الندلة توما فساجين غير في المالي وتشاد والنيجر ما عندهم والو تحقروهم بس واحد الخطرة ما تحقروهمش لالجيري سي لافريك يا البرير يا الدليل الجزائر هي افريقيا كل من يحاول ان يهب من هنا سنضربه بطائراتنا رانا حيين يلي قلتو متنا يا الجبناء وما خصنا لا مال ولا شيعة الجزائر برك الجزائر اهم وفوق كل اعتبار يا الدليل فرنسا الجبانة تاريخك مسخ هاي هتلر نسيتي باللي هتلر دخل عليك في 24 ساعة في 24 ساعة هتلر تقهوى عندك في باريس فرشتي له الطابي الأحمر ودخل وعطيته المفاتيح تاع فرنسا الله يخلف على الأمريكان وعلى الروس اللي تحالفوا الأمور باش رقدوا هتلر سينو كوراكم تهضروا بالألمانية كوراك تعشق في توني كروس فورس فاغن تيرشتيغن هاي هتلر دي لا غير هكا والله كان جات الدنيا لجير باريس ونلبس القش تاع هتلر ودي لكم هذه هاي هتلر فور شبناء وأدان مشبعين بالقيم والقتال نحن الجزائريين اللي ما يعرفناش يجي نفهموه نحن من أنذال شبدها شاذ